هذا اللقاء اللي كتنظموا مؤسسة التجاري وفا بنك هو فرصة للتواصل مع مختلف الفاعلين اللي حاضرين اليوم في هذا اللقاء حول خارطة الطريق المتعلقة بالتكوين المهني وتطوير التكوين المهني. وكذلك الموضوع ديال اليوم هو موضوع مهم جدا وموضوع ذي رهينية كبيرة اللي هو المهن للمستقبل، لأنه كما كتعرفوا اليوم في خلال سنوات قليلة ربما 10 سنوات أو 20 سنة ربما المهن اللي احنا كنشوفوها اليوم جزء كبير منها ما غيبقاش ومهن جديدة اللي احنا ما كنعرفوهاش اليوم كتخلق. إذا هذه فرصة للتواصل والتبادل الآراء والأفكار حول هذا الموضوع المهم جداً.